طبعا الاعلام الايجابي ان احنا مثلا نفضل على طول قنوات البث ما تكونش يكون معظمها يعني توعيه، وبرضه في المساجد برضه بنحتاج ان احنا يكون له دور في حاجه زي كده، واهم حاجه ان يكون بيبدا من البيت برضه يعني لازم أن يكون البيت فيه افكار ايجابيه، يعني ان احنا مثلا الوطن، الصلاة، العبادات، إن كان بقى بغض النظر عن أي ديانة، بس لازم كل واحد يكون جواه إن هو أول حاجة حب الوطن وعبادته وكلام ده كله، ومش أي حاجة يمشي وراها يعني، مش أي واحد مثلا يجي مثلا على أي قناة أو سوشيال أو فيسبوك أو كده تعالى مثلا ده في كذا أو في مثلا مجموعة جهاد كده كده. ده المفروض يكون أول واحد يفكر بعقله الأول، مش يفكر بحد بدماغ حد تاني يعني. بعترس على إن هي الدنيا يعني ضيقة أكيد يعني، الدنيا يعني حتى لو هو عمل إرهاب دلوقتي بعد كده أكيد ملوش مكان يعني. ويعني لو ما كانش اتلاحق قانوني ومثلا الحكومة مثلا لحقته أو كده، في عقاب في الآخرة يعني، لازم إن هو يكون فاكر حاجة زي كده.